جمعية الأردنية الملكية لهواة الراديو تأسست عام 1971 بأمر من صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، كانت حبه وشغفه الأول ضمن جميع الهوايات اللي مارسها. معنا أعضاء من الجمعية، معنا من الرعيل الثاني، ومعنا من جيل الشباب. برحب بالسيد رفيق سعيد فرماوي، السيد عمر زهير ملحس، أهلا وسهلا فيكم. ومن جيل الشباب بنرحب بعبد الله رفيق فرماوي وزينة نبيل فانوس، أهلا وسهلا. بداية بدنا نسمع منكم هيك، شو كيف تأسست هالجمعية؟ نحن بنعرف بأمر من جلالة سيدنا، بس أكيد في كمان أشياء تانية. هو طبعا المرحوم حضرة صاحب الجلالة الملك حسين كان عنده شغف بهاي الهواية زي ما احنا حكينا، وهو يعني في ذلك الوقت كانت هي أهم طريقة في الاتصال ما بين الناس. فأيام لما الجيش البريطاني كان في الأردن، كانوا بعض الضباط عندهم أجهزة وكان عندهم كول ساينز يتصلوا مع العالم. فبال 71 لما تأسست رسميا على أساس إدخال هواية للمملكة، وأن الناس تبدأ تحكي مع العالم. يعني الأردن دولة ناشئة كانت في ذلك الوقت، الكول ساين للأردن جي واي بيبدأ، فكان مش مسموعة عبر العالم، فكان لابد من أنه تأسيسها ومأسست هذه الهواية إذا جاز التعبير. فانطلقت من هون، انعملت سنة 71، كان في جيل في ذلك الوقت اللي صاروا هواة وكانوا يتصلوا مع العالم، وانتشرت اللي هو وانتقلت إلى الأجيال اللاحقة إن شاء الله. أنتم يعني من الرعيل الثاني؟ إحنا من الرعيل الثاني، إحنا جيل دخل يعني أخذنا الترخيص بالثمانينات تحديدا بال84، فهي الجيل الأول خلينا نقول في السبعينات، إحنا الجيل الثاني، والشباب اللي هم الجيل الرابع خلينا نسميها إذا كانت. طيب إحنا عندنا تقرير صغير عن الجمعية بنشوفه ونرجع نكمل حديثنا إن شاء الله. Bravo America Yankee Station. Only Bravo America Yankee Station. Come again please. الجمعية الملكية لهواة الراديو أسسها جلالة المرحوم المغفور له الحسين بن طلال في أواخر الستينات من القرن الماضي. وهي جمعية عمرها الآن أكثر من 40 سنة، بتخدم الاتصالات المباشرة مع العالم، وبتعرف العالم على الأردن، وتنقل صوت الأردن إلى كل هؤلاء بالكرة الأرضية. أدي تقريبا إليك بهالجمعية، وإحكي لي إيش هي الخبرات أو المهارات اللي أنت تعلمتها من خلالها. الحقيقة أنا ولدت في جو الجمعية، والدي من قبلي كان عضو فيها، وأنا حاوي مرخص من عام 76. والأشياء اللي تعلمتها بالجمعية يعني ما ممكن أتعلمها بمكان آخر، مثلا كيف الأجهزة بتعمل، الأنتينات كيف تصنع، كيف أنا أخترع وسيلة اتصال ذاتية أستطيع فيها أن أنقل رسالة أو مسج إلى أي جهة في العالم. الهواية هاي عرفتني على أصدقاء كثر في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان وفي الصين، وعملت العالم كقرية صغيرة منذ القدم. يعني الآن الناس تطلع على الإنترنت عملت العالم قرية، لكن هواة الراديو عملت العالم قرية قبل 40 سنة. الحقيقة في فرضية عند الناس من زمان أنه الأجهزة اللاسلكية بالأردن ممنوعة، وأنه ما حدا بيستطيع أنه يدخل هيك جمعية، أو إذا كانت هاي الجمعية موجودة عندنا أو لا. لكن هاي الجمعية موجودة عندنا من سنة 68 وسنة 67 منذ القدم. هذه فرضية كانت الناس تفترضها. السبب الثاني عدم معرفتهم بمزايا وبما ممكن أن تحققه لهم هذه الجمعية. فالفرضية اللي بحطها الشخص مسبقا على أنه لا تخدم أغراضه أو هو ما بحبها، هذا
سبب رئيسي في إحجام البعض عن الدخول في هذه الجمعية. لكن من يفهم مهام هذه الجمعية وطرق الانتساب إليها والطريقة اللي ممكن تخدموا فيها مستقبلا في حالات الطوارئ على سبيل المثال، في حالات الأحوال الجوية الصعبة، هي وسيلة اتصال يعتمد عليها بعكس ما وسيلة الاتصال التليفونات مثلا، وسيلة اتصال غير لا يعتمد عليها خاصة في الأحوال الجوية السيئة. فهذا من الأسباب الرئيسية اللي بتحجم الناس عنها. وهناك بصراحة بعض التقصير من الجمعية بتعريف الناس عليها وشرح مهامها وأهدافها وغاياتها. الحقيقة ما فيش مهارات محددة، لكن يكون عنده ميول إلى حب الاتصالات فقط لا غير، وما تبقى يمكن تعلمه من خلالنا من خلال الجمعية، بحيث أنه ندربه على كيفية استعمال الأجهزة وكيفية عملها والبحث معمقا في موضوع الاتصالات، تركيب الموجة كيف تتركب، والاتش اف سيجنال مثلا كيف بطلع بضرب بالأوزون برجع بضرب بالأرض وبنتقل عبر العالم بهذه الطريقة. فهاي الفنيات احنا يمكن انه ندرب الناس عليها لاحقا، لكن بهمنا انه على الاقل يكون الشخص عنده شوية ميول انه احنا نكمل معه حتى يستطيع انه يفهم تفاصيل، لانه هناك تفاصيل كثيره تتعلق بالهوايه سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه القوانين او من الناحيه الاداريه، كيف يدير الراديو لما يجلس يتحدث مع الناس. الجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو هي جمعية ترفيهية علمية وغير تكسبية، تهدف لإعطاء المعرفة والخبرات في تقنيات الاتصال. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي. سيد رفيق، يعني احنا هلا بعصر تكنولوجيا وانترنت وكل هالتواصل الالكتروني، شو وجود الراديو موجود؟ يعني هل نقول هذا اشي خلص قديم؟ لو ما هواة الراديو ما كان في كل اللي بتشوفيه. هواة الراديو بدت من ناس عاديين، ممكن انه يكون دكتور طبيب والى اخره. بدأت بال 1883 وإشي زي بلشوا يفكروا بدهم يساووا وسيلة اتصال واكسبرمنت والى اخره. المهم انه ندخل في كيف، يعني كيف سووا، ليش هي هواة الراديو. اللي احنا بنشوفه اليوم الانترنت هو اساسه ما يسمى بباكيت باكيت سويتشينج. الباكيت سويتشينج هم طلعوا فيه اللي هو اصلا وانتقل للكوميرشال. الاكس 25 اللي استعملته وسائل اي اس بيز الخلوي هذا اللي بنشوفه بين ايدينا، بدا من عند الهواة وتطور وصار كوميرشال للاستفاده منه. بالدرجه الاولى اصلا الهوايه هي هواية زي أي هواية تانية، بس مش مبنية على منفعة مادية في الأساس. فاللي كانوا to experiment يطلعوا في الأفكار تبعتهم وترجع تنزل تاني مرة على السوق. هذه واحدة. الهواية بحد ذاتها هاي يعني تختلف شوي عن بقية الهوايات، لها خصوصيتها إنها فيها تقنية عالية شوي. مش بس إني أنا بدي أقعد ورا الراديو وأحكي، هذه جانب من جوانبها. الشغلة الثانية، أنت جبتي مثلا الانترنت وليش الانترنت والهواة الراديو، شغلة بسيطة جدا. بالانترنت ما بنعرف مين اللي بنحكي معه، شات رومز فيسبوك وإلى آخره، الناس مقنعين بطريقة أو بأخرى. بالهواية ما في تقنية، معروف كل واحد مين هو، معروف بيته، معروف مكانه، معروف تلفونه، معروف تطلع المعلومات هاي كلها قدامك، كلها موجودة. يعني ما في
طب هلا صار في انترنت تعرفوا هاي المعلومات، زمان كيف كانوا ايام ما كان قبل الانترنت؟ كان في كلات وهذا مسجل يعني مسجل. احنا ما بنقدر خليني بس اتطرق شوي لشغله كيف هي ايش هي الهوايه. اربع جهات في اي دوله كانت، اربع جهات هم المسؤولين عن الهوايه هاي. الانترناشنال تيليكوميونيكيشن يونيون اللي بسمى الاي تي يو، هذا الانترناشنال بودي اللي بيساوي القوانين اللي موجوده. بالمرادف له له في International Amateur Radio Union، هو الاتحاد الدولي لهواة الراديو، هذول اثنين بيحكوا مع بعضهم. هلا مباشرة تحت الـ ITU بيجي الـ TRC مشكورة اللي هي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لأنه هذا على مستوى الدولة عماله بيحكي معه. تحت الـ International Amateur Radio Union بيجي تحلو الـ RGRAS اللي احنا الجمعيات في كل دولة. فهذول الاثنين الـ ITU والـ International Radio Union عمالهم بيحكوا مع بعض، و الـ TRC بيحكي مع الجمعية الملكية لهواة الراديو، وبتفرخ الهواة من هون. فهي عملية منظمة لها قوانينها، لها أسسها، ومربوطة في بعضها في كل العالم. يعني الهواة كلهم في العالم هما مع بعض وبيعرفوا بعض. حلو. زينة، كيف عرفت عن الجمعية وشو اللي حببك في الهواية هاي؟ الصراحة هو إشي كتير حلو، الواحد يعرف أصلاً كيف يتعامل، كيف كان يتعامله قبل أيام زمان ما كان في التلفونات وهيك، وسبيشال لما تشوفي هذا الإشي مع حدا بالعيلة. بابا من هواة القدامى ودائما بشوفه بيشتغل على الأجهزة، ولفترة طويلة كان مستلم الاتصالات بالرالي، فهذا خلاني أحب أنه أعرف كيف أتعامل مع الناس، كيف تكون تستخدم الكلمات، تكوني تحترم الوقت، لبقة بالكلام، وطبعا أهم إشي يكون عندك طولة بال، لأنه لما إحنا كهواة هاويين من الأذن لما نطلع على الجهاز بصير عنا إقبال شديد، يعني بصفوا الناس بدهم يعملوا بايل أب، فإذا ما كنتي صبورة بتعامل كيف تحكي بصفوا كلهم بدهم يحكوا معاكي، فبدك تحكي مع هون ومع هون ومع هون. شو المعلومات اللي بتتبادلوها؟ يعني شو بتقدري تحكي؟ تقدري تحكي عن كيف طبعا الأهم إشي وين اللوكيشن، الكيو تي اتش، كيف تسمع، كيف السمع، إنه 5.9 تسمعي loud and clear. بتحكي عن الأجهزة، عن الأنتنز اللي عم نستعملهم، كيف الطقس، يعني في كتير إشياء بدك تحكيها except a couple of things، يعني أربع إشياء ما مش مفروض يحبس ما نحكي عنهم. إيش هما اللي قلنا؟ سياسة ودين والسكس الجنس والكوميرشال التجاري. طيب عبد الله، انت واضح انه هي الهوايه عم تنتقل من الاب للابن، بس انت يعني تفوقت على الاب، انت حصلت على جوائز عالميه. بجوز يعني كل واحد كان اهتمامه بمنطقه، فلما تعرفت على الهوايه وجي جديد فشفت بارت من الهوايه ممكن انه ندخل فيه ونفرجي حالنا قدام الناس، او نفرجي انه الاردن ايش بنقدر نسوي، اللي هو المسابقات. فأول ما دخلت حاولت أدخل بالمسابقات تبعت الهواية. طبعاً بيكون في زي مجلة معروفة بكل العالم هي اللي بتسوي مسابقات، وبدخل فيها من كل بلاد العالم، بدخل ناس بيشاركوا بهذه المسابقة. فلفتت انتباهي بدي أسوي إشي للكل يسمع فيه إنه موجود ناس بالأردن بتسوي هاي المسابقة، بتشارك بهالمسابقات وبتجيب نتائج بهالمسابقات. فشاركت بالمسابقات، صار لي 3 سنين وجبت مراكز منيحة الحمد لله. يعني قديش تقعد يعني عشان ورا الراديو المسابقة؟ يعني بتختلف من مسابقة للتانية، بس اللي كنت أنا أشارك فيهم بيكونوا 48 ساعة متواصلة. أنت بتقرر أنت بدك تشترك معهم 48 ساعة، بدك تشترك أقل، بدك يعني في فئات ممكن يشتركوا مجموعة مع بعض، ممكن واحد لحاله، ممكن واحد يشترك على موجة واحدة، ممكن واحد على أكثر من موجة. فأنت بتقرر بأنه فئة بدك تشترك وبتشترك فيها، يعني كل واحد وين هو بيشوف بناسب حاله، بناسبه يشترك بأنه فئة وبيشارك فيها يعني. حلو. هو خجلان يحكي لك شغلة انه بالثلاث سنين هو جاب الاول على العالم متواصل، وكاسر هجلان هاي لازم تكون انت فخور فيها، كاسر ريكوردز يعني الاول على العالم. لما تربح طبعا شيء غير ربحي يعني، بس بيبعثوا لك شيء عشان انك انت فزت وجبت. مين ببعث لك اياها؟ هي هاي المجله اللي هي اسمها سي كيو، المجله اسمها هاي المجله سي كيو.
بيبعتوا لك انك انت ربحت مثلا او جبت الاول على العالم. هون بيحكي لي الاول لازم تعمل كم اتصال يعني انت عملت يعني عشان تفوز بهاي الجائزه؟ تقريبا عشان افوز بهاي سنه 2011 بال 48 ساعه تعمل 2000 عامل تقريبا 2800 اتصال. كل اتصال قد ايه مدته؟ بالمسابقات بدك تحاول سريع جدا، بغير مسابقات طبعا بتقعد تحكي وبتدردش مع الناس اللي حواليك، بس بالمسابقات بدك تكون سريع جدا عشان تجيب اكثر عدد ممكن. المسابقات بدك يعني تحكي مع عدد بلدان معين، بدك تجيب عدد اتصالات معين، بيختلف من مسابقه لمسابقه. والقارات والقارات طبعا كل شيء. سيد عمر، ليش بالسبعينات والثمانينات كانت الجمعيه مزدهره، هلا شوي هيك رجعتوا بعدين انتم رجعتوا احيتوها، يعني في الناس مش كثير بتعرف عن جمعيه هواة الراديو ليه؟ صحيح، يعني زي اي شيء في الدنيا بمر بفيزز، بمر بمراحل. يعني كان في اهتمام كبير من الهواة انهم يتواصلوا مع العالم ويتواصلوا مع بعض الى اخره، لكن صار في فتره يعني لا اهتمام من بعض اللي كانوا قائمين على الهيئة الإدارية في الجمعية، ما أدى إلى عزوف الناس على القدوم إلها، وأصبحوا يعني بضعوا خلينا نحكي صعوبات للتواصل. فقال بعدها يعني خلص أنا الأوان نعمل إشي. فالسيد رفيق اتصل معنا جميعا يعني واتفقنا أنه خلنا ننطلق نحو انطلاقة جديدة، خلينا نرجع الجمعية إلى عهدها الزاهر، وبنفس الوقت لابد من دخول الجيل الجديد. يعني زي أي شيء بده استمرارية، واستمرارية هو وجود الجيل الجديد فيها. فبدي أسميهم الزملاء أبنائنا معانا، لكن حقيقة هم زملاء معانا بالهواية، وبالتالي وجودهم ووجود يعني جيل جديد أو شباب وشابات أكثر هو حقيقة اللي بده يخلي الهواية تستمر. لكن التحدي الأكبر إنه كيف نستقطب الجيل الجديد لهذه الهواية، وهذا السؤال يعني اللي بده شغل حقيقة للإجابة عليه. صحيح. هلأ معنا اتصال أجرى جلالة المغفور للملك حسين مع مركبة الفضاء كولومبيا. نعم. نسمع ونرجع منكمل. This is Juliet Yankee number one. Good morning, sir. Good morning, sir. This is W5 Lima Foxtrot Lima coming right back. Your signals are 5x9 plus. I just passed over the Red Sea and the Gulf of Aqaba. I'm looking down on your country right at this time, sir. This is Royal Highness speaking, over. Whiskey 5 Lima Foxtrot Lima. This is Juliet Yankee 1, Hussein on the mic. Right, sir, and we're very, very happy indeed to hear you loud and clear. 5x9 also here in Amman, the capital city of Jordan. We have a very strong signal, and we're very happy indeed to hear you. Thank you very much indeed. Go ahead, sir. Juliet Yankee 1, this is W5 Lima Foxtrot Lima. Handle here is Owen, and I'm only radiating 4 watts, and it's been performing very nicely indeed. I've had a marvelous time using it. As a matter of fact, you are my first contact outside of North America. We have been very busy in the flight so far, and I've not had as much time to use it as I will have during the last 3 or 4 days of the flight. Go ahead, please. Roger, Dr. Owen. Whiskey Foxtrot 5, Lima Foxtrot Lima. Thank you very, very much indeed, sir, for this very exciting report about Jordan, and especially proud of the fact that this is the first contact that we have with you outside the United States. Go ahead, sir. احنا دائما بس نسمع الصوت او نشوف اي مشاهد لجلالة المغفر له كنا بنتاثر. بالصدفه كانت مرأة يعني فوق، مش بالصدفه انه مرأة كانت فوق العقبه لمركبه الفضاء، بالصدفه كان جلالة سيدنا على الراديو. بلكي انتوا عندكم معلومات اكثر. من الاشياء اللي كان مولع فيها يعني هي الاتصالات. السبيس شاتل هاي موجوده لحد الان، موجوده السبيس شاتل، ما بتقدر تحكي معاها الا في موعد. الاتصالات الفضائية خلينا نسميها في السبعينات والثمانينات
بلشوا يفكروا بالساتلايت والى اخره قبل ما نشوف هلا احنا هذا البث اللي عماله نرسله هلا عماله بيطلع على الساتلايت. بس منين اجى هذا الساتلايت؟ الهواء اصلا سووه. اول ما طلعوا ساتلايت اسمهم اوسكار 10، لما بلشوا برنامج اوسكار هذا اول قمر صناعي طلعوه دمر قبل ما يطلع على الاوتر سبيس. رحمه الله عليه الملك حسين من جيبته دفع حق الساتلايت الثاني. ف يعني الرجل كان عنده شغف لا فمش بس هيك يعني قبل هذا الحكي بسبعينات كل مدرسه يعني مثل كل شيء كان يسويه تو بيرفكشن. نظرته كانت قبل العصر، يعني بنحكي بالسبعينات عمالنا بنحكي احنا بعصر التطور، احنا القرن 21 ب 2013 كان يساوي اشياء. كل المدارس الحكومه كان فيها اجهزه، كان يدربوا الطلاب، المعلمات يرخصوهم والى اخره. احنا عندنا بالجمعيه السجلات بتفرجي عندنا 780 بلس هاوي، 780 هذول احنا هلا في عندنا منهم 50، وين راحوا الباقيين هذول؟ فعمالك بتحكي بالسبعينات، يعني في افلام وثائقيه عمالها بتحكي عن الانجازات والطريقه، يعني الفكره الرؤيه اللي كانت عند رحمه الملك حسين. وكان يقولوا او بيقولوا انه هاي الاردن كانت متقدمه عن بقيه العالم. هلا كان جلاله سيدنا اول ما يجري اتصال مع حدا عن طريق الراديو يبعث له كرت، هذا الكرت يعني كان زي شهاده يعني؟ لا هي توثيق الاتصال. توثيق الاتصال. توثيق الاتصال. ما زلت تتبعوا هذا النمط؟ بعدنا بنتبع هذا الشيء، نفس الشيء يعني في كل العالم بتساوي الاتصال وتكتب عليه امتى، ايش اسم المحطه الثانيه اللي حكيت معها، اليوم والوقت، وشو كان الريبورت تبعه، قديش كانت سامعه. هلا جي واي 1 هو جلالة سيدنا كان 1 لإله، كل واحد فيكم له رقم. اعطيكي فكره ايش اللي موجود، بس اعطينا بشكل سريع مشان نكمل. جي واي 1 للملك، جي واي 2 للعائله المالكه، جي واي 3 للهواة المتقدمين، جي واي 4 ادفانسد، جي واي 5 زي عبد الله وزينه المبتدئين، جي واي 6 للانديه، جي واي 7 للخاص، جي واي 8 للزوار الغير مقيمين، 9 للزوار المقيمين. عبد الله بدنا منكم هيك، انتم كيف ممكن تحفزوا الشباب ينضموا لهي الهوايه؟ يعني انا بحكي بالاول اول 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 شيء لما تدخل على الهوايه بتتعرف على ناس جديده، مش بالضروره ما هو بتعرف على الانترنت على ناس جداد، ما هو اذا بدنا شيء هيك ممكن تتعرف على الناس اللي حواليك، ممكن تعرف على ناس برا. اول شغله. تاني شغلة بتتعلم إشي جديد، بتتعلم بالاتصالات، بتتعلم بالإلكترونيات، حتى لو أنت ما كنت مختص بهذا الإشي بس أنت عمالك تتعلم، عمالك تنجبر أنك تتعلم عشان أنت بدك تبني محطتك بإيدك، وهذا الحلو فيها أنك أنت تبني محطتك بإيدك مش تجيب حدا يبني لك لغة جديدة. فلما تبني محطتك بدك تتعلم بالإلكترونيات، تتعلم الاتصالات كيف تمشي، الموجات كيف تمشي، ففيها تعلم كبير. زينة حدا غار من صحباتك وانضم لهاي الهواية؟ لا انا بالعكس جعبالي بعد الحلقه ان شاء الله نسبه البنات تزيد، عشان انا البنت الوحيده بالجمعيه. البنت الوحيده بالجمعيه بس الجروب تبعنا بيعجبوكي، متحمسين دائما بالشغل. اوكي مرات الواحد عن الشغل والحياه تبعه بالهي، بس دائما نرجع باك اون تراك وكل يوم على يوم نتعلم، فصراحة هو إشي كتير حلو. صح. طب هذا بتحملي هذا جهاز راديو صغير متنقل، ليش بتستخدموه؟ هذا VHF UHF بتقدر تحكي بالأردن، يعني مع أي حدا، مع كول ساين بقدر أحكي، مع CI، مع كوكاكولا. تستخدموه يعني مشان هيك بس بدل تليفون عادي؟ بدل التليفون. هذا بيكون مرخص دائما يعني؟ لازم يكون مرخص طبعا. إيش آلية واحد بده ينضم يصير عضو بالجمعية وحابب يمارس هاي الهواية؟ أول شيء بقدم طلب رسمي للجمعية، بس احنا ما بنقدر لأنه في جهات تشريعية وجهات تنفيذية، احنا بننفذ هذا. فالطلب بعد ما يتوافق عليه، مش بالشرط يعني، هذا يعني أي شريحة من المجتمع ما في عليها مشكلة. بعدين بدنا نوديها لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بياخذوا إجراءاتهم مع الجهات الأمنية وبرجعوا لنا اياها، بس يرجعوا لنا اياها بنبلش احنا. يعني نقول واحد ما عنده اي فكره بانتم بتدربوه كيف يستخدمها وبقدر يمارس عندكم الاتصال اذا ما عنده حق الاجهزه، لانه هي مكلفه شوي. ما عندنا مشكله بالجمعيه لجمعيه الكل رحمه الملك حسين اللي بناها للشعب الاردني. صح.
حلو حلو. بس هيك بسريع، بال 2010 انتم ساهمتوا في انه البتراء تفوز تصير من احد عجائب الدنيا السبعه، هيك بشكل سريع كيف شو عملتوا؟ شو عملنا؟ ستي كان لابد من انه الناس يعني ضمن الهواة في العالم يعرفوا اكثر عن البتراء. فحملنا اجهزتنا وانتيناتنا ودعينا اخوان هواة من الدول العربيه، اجي حوالي 6 أو 7، وقعدنا في البتراء لحوالي 4 أيام وحطينا الاجهزه وصار في اتصال مع العالم. طبعا كان عدد لا بأس به من الهواة من الأردن موجودين، إضافة إلى 7 أخوان يجونا من العالم من دول عربية. وكان وعملنا كول ساين أو نداء خاص للبترا اللي هو JY7P بابا، يعني لبترا. ونعمل ذكرني رفيق 10400 اتصال ب 72 ساعة. نعم. وبالتالي هذا كان طبعا أيضا إنجاز، لكن إحنا وصلنا إنه البتراء هي صارت من عجائب الدنيا السبعة لعدد كبير جدا من اللي تمكنوا يحكوا معنا. في ناس كانوا مستمعين أيضا ما حكوش. وهاي من لما السيد رفيق حكى عن موضوع النداء والأرقام النداء، 7 هو يعني لما يكون في أمور أو يعني شغلات خاصة يعني مثل انها البتراء صارت من عجائب. حلو. كمان يعني بنقول انه هواة الراديو الهواة هم انقذوا كثير ناس، وبنحكي ب 2009 و2010 توقفت كل وسائل الاتصال الا الراديو هو الوحيد اللي كان شغال وانقذ كثير على حياة عالم. ثلاث شغلات اللي صاروا، الزلزال بالمكسيك، كاترينا، والتسونامي يعني اللي صار ب بأمريكا وقت كاترينا. يعني أمريكا ما بيقدر حدا يقول إنه مش أعظم دولة في الاتصالات، سيد العالم بالاتصالات. ما كانوا قادرين يغطوا الاتصالات، ما قادرين ينقذوا الناس. فالهواة كلاتهم من جميع أنحاء أمريكا حملوا حالهم وراحوا، حملوا معهم أجهزة زي هالشكل هذا صغيرة، هذا الصغار صغار هدول بيشتغلوا على الأجهزة، وقعدوا غطوا لحد ما أجت الجهات الأمنية وأجى الشرطة وأجى الجيش وإلى آخره وأخذ عنهم. فنحن عشان هيك بندعو الكل ينضم لهي الجمعية، يروح يزورها ويشوف كيف تشتغل ويجرب كيف بيحكي، خصوصا الناس اللي عندهم بحبوا التكنولوجي وبحبوا الاتصالات. نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله ترجعوا بتزدهروا أكتر وأكتر، بنرجع نشوفكم نشاطات كتير لإلكم، وبدنا كمان نشوف من الشباب والصبايا أعضاء جداد في الجمعية. وشكرا لجهودكم، شرفتونا. نحن دائما معاكم، ندعمكم بأي وسيلة كانت، أنتوا أساس وجود هون التلفزيونات والقنوات، فنحن لازم نرد لكم هذا الدين كمان. شكرا لكم. شكرا لكم.